البنات هي القرعه ديالي خرجتها من الفران. اي سخونه هي البنات. كتحرق الله. شوفوا البنات اش غادي نقول لكم، ما شهيتكمش فيها غير الريحه ديال داك الزعتر طالعه، يا سلام. المهم كنتمنى البنات تجربوها. انا البنات مازال غادي نزيد ليها باش نقطع لكم شي طريف تشوفوا من الوسط. بصراحه الله البنات الا بغيتوا ديروا ليها مثلا كما قلت لكم تعمروها بالكفته. شوفوا ها نتوما، شوف غير داك الماء ديالها البنات راه طابت غير في الفران. كنتمنى يكون كيبان لكم ها نتوما. كتجي البنات روعه. انا مازال البنات غادي ندير ليها شويه ديال الفرماج بحال دابا كنقطعها كطريفات، نديرها شويه غير نص فيها مثلا، ندير ليه شويه ديال الفرماج نرشم الفوق ونرجعو للفران الا بغيتو، ما بغيتوش تخليوها غير هكا. كتجي يا سلام كما قلت لكم، يعني كما كنقولوا خبزه بدوازها، يعني فيها كلشي الخضره. الا بغيتو نتوما البنات كيبقى لكم الاختيار تعمروها بالكفته، تعمروها بالحوت او الطون اللي عندكم. المهم غير جربوها البنات اكيد غتعجبكم. وبالصحه والراحه البنات، الى فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم البنات ورحمه الله وبركاته، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اولا مرحبا بكم في قناه ام عائشه، كنقول لكم مرحبا بكم كاملين القدماء والجدداء اللي عدموا القناه، كنقول لكم شكرا لكم على الدعم ديالكم، الله يخليكم عليا بارك الله فيكم. البنات اليوم غادي نقدم انا وياكم واحد القرعه كتجي زوينه، يعني في هذا الوقت هذا كيكون بزاف كاين القرعه، داك القرعه الحمراء. يعني اش غادي نقول لكم، كاين اللي كيستغلها كنديروا بها معسله، يعني كتقطعها وديرها تعسليها حتى هي كتجي زوينه بزاف، يعني كنستغلوها في بزاف ديال الوصفات. انا هذه اليوم درتها، هانتوما غتشوفوا ان شاء الله معايا كلشي المراحل ديالها. انا هذه عمرتها عاديه اليوم غير بالخضره، واكيد البنات غتعجبكم غير جربوها ان شاء الله. اللي عنده كما كنقول لكم القرعه يستغلها بجميع الطرق، وخليكم معايا الخوت ومرحبا بكم البنات. احنا دزنا المقادير، بسم الله غادا نديرو هنايا كيبانش ليكم شويه تاع زيت العود، عاد نتشرب المقادير ان شاء الله. هانتوما البنات عندي هنايا القرعه اللي خويتها، كتشدوها من الداخل كتخويوها وتغسلوها وتخليوها تنشف. وعندي هنايا بصله صغيره مشلضه، غادي ندير هذا بالنيت نقطعها غير ليله. هذاك الشيء اللي خويناه البنات من القرعه ها نتوما كتشوفوا قطعته طريفات صغيورين وخليته حتى هو باش نديروه معنا. هنايا البنات عندي البروكولي وعندي الجلبانه كما تكون كتبان لكم، وهنايا البنات العطريه عندي هنا شويه ديال الزرت الحمراء، الخرقوم، الملحه، شويه ديال الزعتر. هادو هما المقادير اللي عندي. هادي وجبات السحيرة كنقول لكم كيفي روعة وبنينة كما كنقول كلمة الشهيرة روعة روعة روعة. كنحط شوية من الكاز. صافي البنات كنبداو بالبصلة ديالنا كتشحر هي الأولى، ومن بعد كنزيدوا ليها كل شيء في طبق الخضره حتى شويه البصل اللي كتشد الوقت باش تنزل. اما الطبق كل شيء كيبقى بالزربه اللي عنده واحد الطماطيشه تاع معلبه مطيشه حمراء، يعني كتزيدوها كتضيفوها. انا ما عنديش داكشي عشان تقطع غير هادشي اللي
بارك الله. صافي يا البنات كما كتشوفوا معايا، دابا غادي نزيدوا المقادير الاخرين، داك البرعه اللي قطعناها صغيره ونزيدوا داك الجلبانه. نتوما البنات الخضره كتبقى لكم الاختيار، نتوما ديروا اللي كتفضلوا. صافي يا البنات، كطيبين هذا ماشي طيب طيب طيب، يعني غير الصطيبه. انتم البنات اللي عندكم اي حاجه عندكم ممكن لكم ديروها. هاد القرعه والله العظيم البنات كتجي روعه، كتجي زوينه. المهم على ما يطيب لي انا هادشي ديالي ان شاء الله بحول الله، غنوجد الفاغيط اللي غادي ندير فيه القرعه ديالي. دابا البنات ندوزو باش نوجدو كيفاش نديرو القرعه ديالنا. هانتوما كنديرو داك الفاغيط من اليوم اللي تحت، هو اللي تحت محاش مزيان، فالبنات ديروه منه الطياب ما كي ماشي صحي. صافي، وغنحط القرعه ديالي وغادا ندير ليها في الاول البنات ندير ليها شويه ديال الملحه والابزار لداخل ديالها عاده باش نعمرها بداك الخضره. صافي سكت، ثم تخدموا يديكم البنات كتدخلوها لداخل وت صافي. هنا الكونتور ليكم. صافي دابا ان شاء الله البنات غادي ندير داك الخضره ديالي هنايا في هاد القرعه. نتوما البنات اللي عندكم كديروه باش ما بغيتو ديروا الكفته، بغيتو ديروا الحوت، اي حاجه عندكم البنات يمكن لكم ديروها فيها. كنتمنى البنات يكون كيبان لكم هذا الشيء. كما قلت لكم كنعتذر لكم على التصوير، التصوير ديما كيجي ليا ناقص. صافي البنات دابا تنسدها هذا باش ديروا البنات المينيوم الفوق حيت كيما قلت لكم ماشي صحي. وكان نغطيوها بالبنات القرعه ديالنا مزيان المينيوم وكندخلوها للفران. خليكم معايا حتى نطيب ان شاء الله ونرجعوا.